متابعين صغار السار، اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. اليوم عندنا ضيفة مرة مميزة اسمها إيلين المطيري، خلنا نتعرف عليها. كيفك إيلين؟ ايش راح تسوين اليوم؟ اليوم راح نزين حالة كثير مميز. يلا خلنا نتعرف على المقادير. هنا عندنا كيك صغير، عندنا هنا دريم ويب، قشطة، جبنة مربعات كاملين، شوكولاتة دايب ولوتس وفلسي دايب. يلا نبدأ الطبخة. أول شيء راح أحط هذا هنا. الحين أنا حطيت قشطة، والحين راح أحط جبن مربعات، راح نحط دريم ويب، الحين راح أحط إيش؟ ألين الحين أنت خلصتي سويت هيك؟ والحين أنا راح أخلط. الحين أنا خلصت، والحين يعني قلنا إيش راح نسوي؟ راح نحطها فوق الكيك. والحين راح أبدأ أحطه. والحين يلا يا ألين أنت حطي هذا المكونات. شراك انت تسوين؟ وهذه آخر خطوة راح نسويها. هنا عندنا شوكولاتة سائلة، وهنا فول سوداني، وهنا نوتس. يلا اختاري لين. أنا بختار الشوكولاتة وبحطها فوقها. أنا بختار اللوتس وحطها. نجيب من أول واحدة تخلص عشان تسوي الأخيرة. ما شاء الله اليوم انت بدأتي يا إيلين، وانتظرك انت تعزمين بيتكم تسوين هذا الحلا. الحين متعرك عادي. خلصتيها؟ وكذا احنا خلصنا، ونشوفكم حلقة ثانية، ويلا مع السلامة.